انا عايز اقف بقى عند تفصيله كده، هو هي مرتبطه الى حد بعيد برد فعلك انت الشخصي وانت بتجاوب على سؤال نهاوند ساعه ما كنت بتقولها كده وانت متاثر جدا، وحسيت ان الدمعه هتفر من عينك، جمله ان كان نفسنا نخلص الموسم بلا هزيمه، يبقى صحيح موسم كامل صحيح بلا هزيمه. عايز اعرف المنطق اللي الاهلاويه بيشوفوا بيه الامور. احنا بنتكلم على ان احنا خدنا 5 بطولات في زمن قياسي، صحيح الدوري محسوم ومن فتره طويله ودرعه موجود عندنا، موسم كامل من اي بطوله لو هنتكلم على الدوري، احنا قلنا لعبنا 33 ماتش، لما تخسر ماتش واحد انا بس عايز اعرف المنتاليتي اللي الناس اللي زعلانه زعلانه بموجبها ده حتى عشان العين والله يا كريم. يعني طبعا ان انت تخلصي موسم كامل بلا هزيمه يعني تاخد العين أكيد المباراه دي مجد وتروح وطبعا حاجه للتاريخ، بس لو هزيمه واحده وليها ظروف وملابسات اكسبتبل طبعا. ايه بقى طبعا يعني acceptable. ايه البيج ديل اللي في الحد؟ هو الاهلاويه معروفين يعني، احنا مثلا دوري افريقيا احنا كسبنا الماتش الوداد وخلصنا، بنفكر في النسخه اللي جايه احنا عاوزين نكسب البطوله. لا مش بس كده، احنا عاوزين النسخه الجديده او النسخه الاولى في الدوري الافريقي، احنا بنفكر ان احنا نكسب البطوله، خصوصا ان هي بطوله بالنسبه لنا يعني سهله انك تكسبها بحكم ان البطوله مدتها قصيره، وفي نفس الوقت مباريات ذهاب واياب وحوالي 3 ماتشات او 3 يعني 3 ما بين ربع نهائي ونص نهائي ونهائي وتكسب البطوله. فهو الفكر دايما ان احنا عاوزين نكسب على طول ايا كان وايا كان الظروف، حتى لو احنا داخلين مثلا بظروف حتى بلعيبه معينه او لعيبه يعني مجهده او لكن برضه احنا عاوزين نكسب بقى، مش عاوزين نخسر يعني. انا لو حتى ما قدرتش اكسب بس ما اخسرش. ما هو الاصرار على الفوز والانتصار اكيد حاجه لطيفه جدا ومن شام الكبار ويتماشى مع جمهور النادي الاهلي صحيح. العظيم صحيح. اللي حقق فعلا كل البطولات، لكن ساعات بنبقى احنا متعسفين شويه. ما هو رؤيتنا للموضوع ده بتشكل ضغط بطبيعه الحال على اللعيبه والجهاز الفني لحكم ان الجمهور ده اللي ما بيقبلوش هزيمه في وسط 35 ماتش مثلا. طالما دخلت النادي الاهلي اعرف انك هتكون مضغوط على طول في اي وقت وفي اي مده، وده معروف للجهاز الفني والكولر عارف الكلام ده كويس، وفي نفس الوقت اللعيبه عارفه الكلام ده كويس. انت اول ما تدخل النادي الاهلي عارف ان انت كل بطوله هتدخلها وكل مباراه هتدخلها سواء وديه او رسميه لازم تكسبها. احنا مثلا في كاس العالم للانديه لعبنا ريال مدريد، مع احترامي اي حد داخل المباراه هيقول طبعا الفوز لريال مدريد، لكن احنا بالنسبه لنا خارجين من المباراه واحنا زعلانين، كنا شايفين ان الفرقه كانت ممكن تقدر ان هي تكسب ريال مدريد. وعلى سبيل المثال مثلا حتى في نهايه البطوله ما بين الهلال وما بين ريال مدريد، الهلال كان ممكن يقدر يكسب ريال مدريد. فالفكره النهارده 11 لعيب قصاد 11 لعيب، وريني نفسك بقى في الملعب وايه ونشوف ايه ان احنا نقدر ان احنا هنعمل ايه قصاد بعض. فالنادي الاهلي خلاص طالما دخلت النادي الاهلي اعرف انك هتكون مضغوط، واعرف ان انت لازم هتمشي مع استراتيجيه الإدارة وطموحها من ناحية الضغط ومن ناحية البطولات ومن ناحية الإصرار إنك تحقق كل شيء، وفي نفس الوقت الجمهور ما بيرحمش، وفي نفس الوقت عارف حتى لو النهاردة أنت جبت لي جون فوز مهم بس بكرة هنتقدك لو عملت باصة غلط. بس